ماينو هو في الأصل لاعب وسط دفاعي، اليوم تدخلاته كلها صحيحة، تمريراته كلها صحيحة، وقدم دعم هجومي كبير جدا على منطقة العمليات. هذا الثناء يعود هنا لساوثغيت لأنه أعطاه حرية كبيرة جدا في التنقل بين الخطوط، لم يلزمه بمهام دفاعية فقط. كان يصعد من وسط الميدان الدفاعي إلى غاية منطقة العمليات، وكان عنده فرص، سدد، اصطدمت بدفاع المنتخب الهولندي. رايس كان يغطي عليه كثير، يغطي عليه، لازم يغطي عليه رايس لأنه يلعب متأخر عليه. عودية تبديلات ساوثغيت في هذه المباراة، صح كانت ذكية، كانت تبديلات مفصلية، واتكينز سجل الهدف الثاني، ولكن أيضا كانت تبديلات شجاعة جدا. نتيجة كانت هدف مقابل هدف. ماذا أخرج أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ فودن، والهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي هاري كين. يعني لا يفعلها أي مدرب، ولو خسرت إنجلترا ربما لاموه، كيف تخرج لاعبين من مثل هذين اللاعبين؟ لو تترك هاري كين سيمسك لك الدفاع، لو تترك هاري كين في أي لحظة يمكن أن يسجل، لكنه أخرج كين وفودن، يعني أهرامات في المنتخب الإنجليزي تمت إزالتها وانتزاعها نزعا، وإدخال لاعبين قام بعمل كبير وتسجيل هدف ثاني. مرة أقول لك محمد أن المدرب مسؤول عن خياراته، عن ملاحظاته، خياراته قبل بداية المباراة بتوظيفه للكلة الأساسية، وعن ملاحظاته وتغييراته الأوبسرفاسيون والشانجمون. نقطة تحول أنه هي الثقة التي أعطاها اللاعبين للمدرب لما أشرك بالمر ضد سلوفاكيا في الشوط الثاني محمد على الجهة اليمنى. نقطة تحول، لأن المدرب واللاعب هي علاقة ثقة متبادلة. محمد أنا أوظفك في الوقت المناسب، أقوم بتغيير، لأنه تغيير محمد أنت جاوبت على نفسك، تغيير كين وبيلينغهام هذا يعطي ثقة للاعب الداخل، لأنه بيلينغهام وكين يعتبرين قطعتين أساسيتين، خاصة بيلينغهام الذي يعتبر النجمة المضيئة لهذا المنتخب. فلهذا أرى بأن الثقة المعطاة من طرف هذا المدرب إلى لاعبيه أتت أكلتها وأتت بثمارها، لأنه بالمر هو اللي قام بالتمرير الحاسمة في المباراة الفارطة لو نستذكر معا، أنه تغييرته أيضا كانت صائبة، وقلنا في كم من مرة أنه كيف له أن يخرج كين وهو مسدد رائع لركلة الجزاء، ومع هذا شاهدنا منتخب إسبانيا يفوز بركلة الجزاء. بالمر تمريرة حاسمة، واتكينز الهدف الثاني، تغييرات أكثر من رائعة. وربما سيكون ربما بما أنه محمد لامين تكلم عن شجاعة هذا المدرب وبتجديد أفكاره وإعطائه الفرصة لهذا الشبان، ربما ستكون تغييرات، لأنه كل مباراة عندها قراءتها محمد. وساوثغيت ابتداء من ثمن النهائي والربع النهائي والنصف النهائي كانت أفكار جديدة متجددة. فلهذا من المفروض حتكون قراءة خاصة لمنتخب إسباني، وراح تكون مفاجأة. ساوثغيت أكل كومان في هذه المباراة تغيير، لو كان ما ماركاش ما سجلش واتكينز وما قدمش تمريرة حاسمة بالمر، وكان ممكن ما نش نهضروا على الهدف. وكاين شيء ثالث اللي ما تحدثناش عليه في الهدف الثاني، هو الخطأ السادس جدا 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 لأكي. عاودوا شوفوا اللقطة في البداية تاعها، أكي دمفريز ديفري والمدافع فيرجيل فان ديك على نفس الخط، أكي متأخر خلفهم بحوالي 5 أمتار، تبع اللاعب ساكا. لما جات التمريرة كول بالمر لم يكن متسللا بتاتا، وكنا نشوف المباراة قبل تسجيل الهدف بحوالي 10 ثواني، قلت لهم إذا سجل الهدف في هذه اللقطة راح يكون عتاب كبير على آكي، لأنه ارتكب خطأ سادس جدا بالعودة خلفته إن سيبا لينيي مع الثلاثي الآخر اللي كان معه في خط الدفاع، ترجع كثير للخلف، شيء اللي قتل وضعية التسلل، لأنه ساكا إلى سيكومو تيغي آكي الوقوع في الخطأ وجل هدف ثاني. ما عدا ذلك قبلها المنتخب الإنجليزي تقريبا ولا لقطة تستحق الذكر في الشوط الثاني، وهولندا كانت الطرف الأفضل، لذلك المباراة كانت إكيليبري. ممكن أنه أيضا شيء آخر رجح كفة ساوثغيت هو الكاليتي دي جوار اللي كاين في المنتخب الإنجليزي مقارنة ببنك احتياط منتخب هولندا. لما خرج ديباي ربما اللي يعتبر أفضل مهاجم في منتخب هولندا، دخل فيرمان مع في الأول، وتم وضع مايلان كقلب هجوم، ثم أخرج مايلان وأقحم فيغورس، تقريبا التغييرات الوحيدة التي أحدثها كومان قبل تلقي الهدف الثاني. بينما في الجانب الآخر ياكودي بومباردي، دخل واتكينز بالمر، تغييرات كان عنده أيضا في كرسي الاحتياط توني غوردون،
عنده لاعبين ترينت الكسندر ارنولد عنده زخم كبير من اللاعبين ذوي مستوى عالي في كرسي الاحتياط مقارنه برونالد كومان اللي ما عندوش عمق في التشكيله مقارنه بساوثغيت. وهذه الامور ممكن انها تلعب دور كبير ولو انها ليست عنصر حاسم 100% لكنها من بين العناصر نعم. التي قد تساهم في نعم. نشاهد اهداف المباراه. نبدا بالهدف الهولندي الاول مع انطلاق المباراه. الغضب البرتغالي اجتاح الملعب بهذه التسديده الصاخبه من سيمونز. قاسي سعيد شوف هنا كان خطا يعني المنتخب الهولندي الانجليزي خسر الكره في وسط الميدان ثم هذا اللاعب لما تشوف كانت الكره كان راح يدخل في صراع مع اظن ماستونز وش الكره مشات له شويه محمد واش دار كل قريب دار ان تاكل وضرب الكره يعني قذفه قويه والحارس ما يقدر يدير حتى شيء. الكره ساهمت محمد لانه الكرات المعتمده ابتداء من الربع النهائي هي كرات لما تكون في الهواء تزيد سرعتها لهذا 116 كيلومتر ولو انه تسديده سايمونز لو لم ينزلق على الكره لان الكره فاتته لما تنزلق على الكره بالكود بي محمد تروح بهذه السرعه ولكن يبقى هو سقط بعد تسديده. لا لما تفوت الكره محمد وتنزلق اليها بهذه الكره الهوائيه المعتمده ابتداء من الربع النهائي وتكلم عليها الاخصائيين وقال لك لما تكون في الهواء تزيد السرعة تاعها وهي كرة ذكية أيضا. الكرة الهولندية الشاملة أصبحت في مهب الريح الآن بن شابير، لم نشاهد لا كرة هولندية شاملة ولا أي شيء في هذا اليورو. صحيح كانت هناك بعض اللمحات، هناك بعض اللقطات، عودة المنتخب الهولندي في بعض المباريات، ولكن الكرة الهولندية الشاملة التي تعتمد على المهارات، التي تعتمد على التيكي تاكا، التي تعتمد أن الجميع يهاجم والجميع يدافع، هذه كرة لم نشاهدها. هل هذا بسبب كومان أم بسبب محدودية أدوات كومان؟ شوف أنا ما نحملش كومان المسؤولية نعم. لأنه كومان على قلة اللاعبين وصل للنصف النهائي وحتى في دوري الأمم كان دائما يحقق مراتب مليحة. بخصوص الكرة الشاملة ليست غيابها ليس وليد اليورو غيابها تقريبا منذ أكثر من 15 سنة منذ 2010 يعني آخر منتخب شاهدناه يقدم كرة جميلة كان المنتخب الذي وصل إلى نهائي كأس العالم وخسره أمام المنتخب الإسباني بهدف إنيستا آنذاك. بعد ذلك المنتخب لم نشاهد أي كرة شاملة ولم نشاهد على الأقل ما يشبه الكرة الشاملة في المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي أصبح منتخبا ما نقولوش عادي لأنه هو الحق الدومي فينال مي ما بقاش منتخب هولندا تاع سنوات بداية الألفية الجديدة. هل تخلت هولندا عن فلسفتها أم أنها لا تستطيع أن تنفذ هذه الفلسفة؟ لا تستطيع أن تنفذ هذه الفلسفة بسبب محدودية تراجع نوعية اللاعبين. الدوري الهولندي لم يصبح ذلك الدوري القوي الذي ينجب لاعبين كبار. شوف الدوري الهولندي كان كيما يجيبش يعطيك هونتيلار يروح يلعب في ريال مدريد. هونتيلار اللي مش زعما لاعب كبير مهاجم كبير.